لو كان عندنا 200 شخص نقسمهم على مجموعتين، المجموعة الأولى 100 شخص ما نعطيهم تطعيم كورونا، المجموعة الثانية 100 شخص نعطيهم تطعيم كورونا، وبعدين يبناهم وعرضناهم على أو تعرضوا على فيروس كورونا، يبنى الفيروس وخلينا يحوشهم. فاللي راح يصير أن المجموعة الأولى 100 شخص من ال 100 شخص راح يحوشهم الفيروس، 80% منهم أو 80 شخص ما راح تكون فيه أعراض قوية وراح يكون في بيتهم عادي، لكن 20 شخص راح يضطرون يروحون المستشفى. من هال 20 شخص 5 راح يدخلون العناية المركزة، من الخمسة اللي يدخلون العناية المركزة 2 أو 3 راح يموتون بسبب كورونا. المجموعة الثانية 90 واحد منهم ما راح يحوشهم الفيروس، 10 راح يحوشهم الفيروس، من هالعشرة هذيلة ولا واحد راح يدخل المستشفى، ولا واحد راح يدخل العناية المركزة، ولا واحد راح يموت بسبب كورونا. من هالعشرة أشخاص فقط 2 أو 3 ممكن ينقلون الفيروس حق غيرهم، بس من المجموعة الأولى 100 شخص راح ينقلون حق أقل شيء 300 شخص الفيروس. فهمتوا فكرة التطعيم؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.